مشاهدينا الكرام وسعدتم صباحا، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. تدخل اليوم حيز تنفيذ تدابير تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وتتمثل هذه التدابير تحديدا فيما يلي: يمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 21 يوما من الساعة منتصف الليل إلى غاية الساعة 4 صباحا على الولايات 14 الآتية: الأغواط، باتنا، بجاية، البوليدات، بسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، وهران، وبومرداس. ويمكن للولاة بعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية. ومن بين التدابير تعزيز الإجراء الذي يحظر عبر التراب الوطني جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية وحفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات، كما ستتم أو يتم تكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب، ولا سيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي من خلال تحديد عدد المسافرين مع تطبيق العقوبات الجزائية أو الإدارية المنصوص عليها في التنظيم بكل صرامتها. وعلى مستوى المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي، تكلف مصالح وزارة التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والأسواق برفقة القوة العمومية، ويتعين على مصالح الرقابة أن تكون غير متساهلة وتطبق العقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين. من جهة أخرى، تكلف وزارة وشؤون الدينية بالعمل لا سيما في اتجاه الأئمة والجمعيات الدينية للتذكير بالضرورة الملحة للتقيد بالبروتوكولات الصحية بدقة على مستوى المساجد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، ستقوم المصالح المختصة بعمليات مراقبة من أجل التحقق من تطبيق البروتوكولات الصحية واحترام تدابير الوقاية. وفي إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وفرت مصلحة كوفيد-19 بمستشفى إليزي كل الإمكانات اللازمة للسير الحسني للعملية. هارون لوميتي. العودة إلى الحياة الطبيعية ومواجهات تداعيات الوباء رهان رئيسي لعملية التلقيح ضد هذا الفيروس. المواطنون والسلطات المدنية والأمنية يواصلون عملية التلقيح بولاية إليزي. قدمنا إلى مركز كوفيد 19 من أجل تلقي الجرعة الخاصة باللقاح الخاص بالكوفيد. نتمنى أن تكون هناك استجابة واسعة. ماذا بنا كاع المواطنين يجوا هنا يشوفوا هي واش فاكسا هي لما تنفع ما تضرش، هي شا تنفع المهم ما تضرش. لازم يجوا يديروه باش نتجنبوا موجه ثالثه قويه. الدوله خاسره عليه ملاير والشعب ما يجيش يديروا، غير معقول. ولتحقيق المناعه الجماعيه، سخرت الاطقم الطبيه بالولايه كل الوسائل المرتبطه باللقاحات مع احترام البروتوكول الصحي. اللقاح والتطعيم يوفر افضل حمايه من فيروس كورونا، هو ايضا حمايه من مضاعفات داء كورونا التي قد تصل إلى حد الوفاة، وكذلك فإن المناعة سوف تتعزز بهذا اللقاح. احنا ولاية تاعنا استفادت من أكثر من 6000 جرعة تلقيح بمختلف أنواعه، ونأمل أن ننتهي من هذه المرحلة الأولى في أقرب وقت حتى نتمكن باش نجيبوا لقاحات أخرى في الأيام القادمة إن شاء الله. بغرض القضاء على هذا الفيروس القاتل، يجب تعميم مثل هذه العمليات للخروج بأخف الأضرار. وبخصوص الوضعية الوبائية، فقد سجلت 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، فيما تمثل 519 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة.
خلال تدخله في برنامج الجزائر مباشر مساء أمس، أكد المدير العام للغابات علي محمودي أن الدولة اتخذت عديد الإجراءات لتعويض الفلاحين والخسائر التي خلفتها الحرائق التي شهدتها ولاية خنشلة مؤخرا. وزير الفلاحة والتنمية الريفية عند انتقالهم بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية صرح ببعض الإجراءات المتخذة بفائدة هذه الفلاحين. الإجراء الأول الذي اتخذه هو التعويض العيني، لامدينيزاسيون اون ناتور، باش المشاهد الكريم يفهم بلي واحد اللي تحرقت له شجرة التفاح سنغرس له شجرة التفاح، يتم تعويض له وواحد اللي تحرقت له خلية النحل نجيب له خلية نحل. هذا الإجراء الأولي، الإجراء الأول. الإجراء الثاني يعني الناس بيشكي رانا في حوض بوحمامة المعروف بالاخر لا برودكسيون تاع التفاح، دونك هناك مستثمرات او كبيره اللي عندهم لاخو التامين مع لا سينما، دونك عطى الامر للمدير العام للسينما باش يسهل ويغصب في الاجراءات تاع لانديمنيزاسيون. الاجراء الثالث، هناك برامج استفادت منها ولايه خنشلة فيما يخص فتح او تهيئه المسالك، دونك عطانا التعليمات باش نسرعوا في انجاز هذا البرنامج المتواجد حاليا. في قطاع السكن استفاد 600 مكتتب من برنامج عدل ببلدية شلغوم العيد بولاية ميلا من سكنات لائقة تتوفر على كافة الشروط الضرورية للعيش الكريم، حيث تم تسليم المفاتيح في حفل وسط فرحة المستفيدين. الأصداء نقلتها الزميلة أمينة بعطوشة. تتواصل مجهودات الدولة بولاية ميلا لاستكمال مختلف البرامج السكنية، ومنها ما سلم اليوم ببلدية شلغم العيد بتوزيع 600 وحدة سكنية للبيع بالإيجار عدل وسط فرحة المكتتبين. صبرنا، كاين اللي كان كاري وكاين اللي كان ساكن معاه في الضيق مع والديه، واليوم رانا الحمد لله راحين نتسعوا وواحد كيدي السكن تاعو، راه ولا تسمى ولا هذاك هو الاستقلال تاعنا. تسمى الانسان كيعود عنده دار باسمه بالعقد تاعه وكل شيء، هذاك هو الحلم. وي الحمد لله كاين جهود من طرف الدوله يعني يوفرون سكنات، ونشكر الوكاله الجهويه اللي سرعون الاجراءات الاداريه. كانت فرحه ما كناش نستناوها اصلا، وكانت عدل في الموعد. العيد ان شاء الله يكون ثم، والفرحه راها للجميع، والف مبروك. البرنامج يضم 6000 وحده سكنيه من برنامج عدل، اذ يشهد المشروع وتيره سريعه في الانجاز. من الحصه الفعليه للولايه هي 6627، وعدد المسجلين فعليا بالنسبه لهذه الصيغه هذه هي 5950 سكن. الحمد لله عندنا فائض في عدد السكنات. ويترقب تسليم سكنات بمختلف السياغ، حيث تكون حصة الأسد للسكن الاجتماعي بالحرص على دراسة كل ملفات طالبي السكن. ستشرع المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في بث قنوات المؤسسات العمومية للتلفزيون الجزائري بواسطة نظام البث DVB-S2، مما سيسمح بالبث بتقنية الدقة العالية HD. هذه هي العملية تعني القمر الصناعي أوتلسات 7.3 درجات غرب، وستتم ليلة السبت 17 إلى الأحد 18 جويلية الحالي على الساعة 2 صباحا. ولمواصلة مشاهدة قنوات المؤسسة العمومية للتلفزيون، يرجى من المشاهدين الكرام إعادة البحث على جهاز الاستقبال تبعا للإعدادات التالية: الساتل أوتلسات 7.3 غرب، التردد 11680 ميجا هرتز، الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500. توفي صباح اليوم الممثل والكوميدي فريد قسيسية المعروف فنيا باسم فريد الروكر إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 62 سنة.
المرحوم معروف بحسه الفكاهي الكبير، وقد نجح في أداء عدة أدوار بامتياز، كما يعد واحدا من أهم الوجوه الفنية التي اشتهرت في التسعينيات، خاصة برنامج بلاد ميوزك أين أطلق عليه اسم الروكر. وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال بتعزيها الخالصة لعائلة الفقيد، داعية المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنته، إن لله وإنا إليه راجعون. في مستجدات فيروس كورونا عبر العالم، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 186,762,453 حالة، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4,030,918 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضرراً جراء التفشي للوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 33 مليون حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 600 ألف حالة. لقي نحو 40 مسلحاً إلى جانب 5 مدنيين و4 عسكريين مصرعهم في هجوم شنته جماعة مسلحة على منطقة غربي النيجر على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وقالت وزارة الدفاع النيجيرية في بيان إن 100 مسلح مدججين بالسلاح هاجموا قرية على متن عشرات الدراجات النارية، غير أن قوات الجيش والأمن ردت الفعل سريعاً واشتبكت معهم وصدت الهجوم وألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح. تسجل عدد من دول العالم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة تسببت في موجة حرائق طالت غابات في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وقبرص. هذه الحرائق أثارت الكثير من التحذيرات والدعوات لمواجهة الاحتباس الحراري الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة لدرجات غير مسبوقة. رياضة، وفي كرة القدم المحلية، ستكون أول تأشيرة صعود للرابطة الأولى في المزاد اليوم خلال مباراة أمل الأربعاء هلال شلغوم العيد لحساب الجولة الثانية لدورة اللقب للرابطة الثانية. المقابلة بإمكان الجمهور الرياضي متابعتها على المباشر على القناة السادسة بداية من الساعة 17:00. ونختم بكرة القدم الأوروبية، حيث وصلت اليوم إلى إيطاليا كأس الأمم الأوروبية بعد فوز المنتخب الإيطالي على المنتخب الإنجليزي بملعب ويمبلي أمس في المباراة النهائية بركلات الترجيح. ومباشرة بعد نهاية المباراة نزل عشرات الآلاف من الإيطاليين في مختلف المدن الإيطالية إلى الشوارع والساحات العمومية للاحتفال بهذا الفوز التاريخي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمشاهدة، ألقاكم بخير.